سوير وكانوا عندهم غير على الموظف كاين القوانين وكاين المماثله. وعيب الله يخرج لنا هذا المساخط العقل وعملوا لنا في القطاعات اخي. دابا حنايا المغشوشة المطالب كانوا رفضوها حوارات مغشوشة والضامين يرفضوها حوارات المغشوشة والضامين يرفضوها حوارات المغشوشة والضامين يرفضوها حوارات المغشوشة والضامين يرفضوها حوارات المغشوشة والضامين يرفضوها. عيبها على هاد النقابات اننا باقيين كنموتوا في هاد الملفات. كنقولوا لهم اذا كنتوا كسالى قولوا للمحاورين ديالكم واخا ما كتعرفوش مثلا الضايه 63 ولا ما كتعرفوش القوانين التنظيميه قولوا لهم سووا الوضعيه في الدراوش بحال قطاعات اخرين. سووا الدراوش الدراوش مساكن بحال وزارات اخرين. سووا الوضعيه في الدراوش بحال مغاربه يا اخي. علاش حنايا بالضبط اللهم يا دامنكا حتى المحكمة ما كانتش ديمقراطية مع الموظفين. علاش؟ المحكمة الابتدائية واحدة كتحكم هيئة كتحكم لصالح الموظف وهيئة كتحكم ضد الموظف. الاستئناف كذلك النقص كذلك رغم أن في القوانين الحكم ديال النقص هو اللي خصو يتعاملوا بها في نفس النزيلة هو اللي خصهم يتعاملوا بها ابتدائية وبالاستيلاء. مثال قصينا الاخوات والاخوان داخل المحاكم الادارية المغرب كامل اللي كاين توجه الوزارات الداخلية والتوجيه للمحكمة انها ما تحكمش لصالح الموظف الجماعي ولكن الوزارات اخرين كتحكم له المحكمة. اليوم اللي في شي نقابة تحية عالية للتنسيقية الوطنية الصامدة كنحيو التنسيقية الوطنية اللي تنظم 2012. التنسيقية الوطنية كانت صامدة لأن كل النقابات بغات تنحي بالتنسيقية ولكن الأسود اللي كنشوفو هنايا اللي كيجيو من كل مدينة باقيين قابضين على الجامع باش تبقى هاد التنسيقية واقفة. هو الإطار الوحيد كنقولوا الحقيقة الإطار الوحيد والمحرك الوحيد داخل الجامعات المحلية. مي كنتحركوا نرجعوا حنايا كيتحركوا النقابات وكيتحركوا الجمعيات. اليوم الملف ديالنا وصل للحكومة وصل لجميع الأحزاب طاو الأسئلة عندنا جميع الاحزاب في البرلمان في المجلس المستشاري عطاو سؤال كيدافع علينا وكان وزير الداخليه الجواب ديالو سيء كيتهرب وما كيبغيش يجاوب وقال لهم واحد المره ان اللي تعملت مع القطاعات الاخرين والوزارات الاخرين حتى هو غيعمل ما عملش.